السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نوجهكم مبروكه، رمضان مبارك كريم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي غزاله بزاف، نحتاجوها في هذا رمضان ومن غير رمضان. يقدر يبغيها لك الانسان الكبير وحتى الصغير، تقدري تعطيها ليه، مفيده بزاف، راها زوينه لاصحاب فقر الدم والناس اللي ما عندهمش القوه والناس اللي كتعاني من النحافه، راها زوينه بزاف. تقدري تعطيها لوليدك الصباح يفطر بيها، يعني راها مفيده، ما كتعطيش شي حاجه اللي هي فيها مواد حافظه ولا شي حاجه ويبغيوها بزاف بزاف بزاف. راه كلشي غادي يحمق عليها ان شاء الله. المهم انا كنديرها انايا وجيت نشاركها معكم، راها حيت شفتها راها وصفه مقويه. كنحتاجوا ليها اللوز، اللوز البنات راه كتعرفوا الفوائد ديالو وراها مقوي. وكنحتاجوا ليها الكركاع، البرقع اللي جبناه ونقيناه، حينا له داك العصيوات ديالو وداك الشيء. وكنحتاجوا ليها انتما كي كتشوفوا، كنحتاجوا ليها النوازيت حتى هو. المهم راه كديروا غير واحد الكميه شويه شويه شويه. وكنحتاجوا ليها الاكاجو، وكنحتاجوا ليها الحاجه اللي كثيره فيه هو الزنجلان. كنحتاجوا تقريبا كاس وزايد. اما هنايا راه اللوز درت غير 5 دراهم، 5 دراهم ديال الكركاع، 5 دراهم تاع نوازيت، و 5 دراهم ديال الاكاجو. يعني راه ما غاديش يطيح عليكم غالي بزاف، راه كيطيح بثمن مناسب. وكنحتاجوا ليها البنات النافع البلدي اللي كنجيبوه وكنقيوه وكندقوه وكنغربلوه، وراه كيعطي واحد لوكو ما نقولش ليكم البنات. كنحتاجوا ليها المسكه الحره اللي حتى هي قبطناها ودقيناها، راكم كي كتعرفوا نتاع المسكه الحره كيفاش كتجي، ونتاع النافع حتى هي كتعطي واحد النسمه. دابا كنحمروا القرقاع، كنحمروا القرقاع باش كيحيد ديك البروده اللي فيه لداخل، وهذا حاولوا تهرسوه شويه طريه، تهرسوا دوك الطريفات باش يتحمر ليكم وما كتبقاش ملي كيجلس ما كيغمل ما والو، واخا تجلس هاد الوصفه بزاف كتغمل ما حتى حاجه. ثم كي كتشوفوا كتبقاو تحركوا البنات باش ما يتحرقش، حيت القرقاع دغيا كتحرق. المهم بعد ما حمرنا كلشي ديالنا، المقادير ديالنا، كنجيو كنمسحوا التمر، اي تمر عندكم. المهم انا على حسب الامكانيات ديال الانسان، انا درت هاد التمر هادي نتاع الجزائر اولا تونس والله ما عرفت. المهم كتجيبوها، الا كان عندكم ممكن ديروا المجهول على حسب الامكانيات ديالكم. كنقلطوها كنرشوها بالزهر باش نمسحوها. ثم راه بدات الوالده ديالي كتمسح ليا، ثم بهذا الشكل كتقبطوا زويف وكتبداو تزيفوها مزيان. كتبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا حتى تتساليو الكميه التمر اللي بغيتوها تعمر. البنات غير جربوا هذه الوصفه والله ما غادي تندموا عليها، راها وصفه زوينه بزاف بزاف. المهم البنات راه كلشي حمرتو، حمرت النوازيت، حمرت الاكاجو، حمرت الزنجلان، كلشي محمر، وخليته جانبا باش يبرد ليا شويه. من بعد جيت جمعت النوازيت والاكاجو واللوز والكركاع وكلشي، غادي نطحنو، طحنوه مزيان. هنا كتقبطوا ديك التمر ديالكم، ونعاود رجعت لكم التمر، كتقبطوها كتفرقوها بهذا الشكل هذا، تقطعوها بالموس وكتحيدوا لها العظم باش نديروا العمارة لداخل. كنبقاو مستمرين بهذا الشكل، كنحيدوا العظيمات لداك التمر كامله اللي عندنا ديك الكميه، وكنزلوها جانبا باش نعمروها.
هو اللي عنده البنت الانترنت يقدر يدير المجهول. هيا داك اللوز والكركاع ديالنا انتما كيشفتو كيجي معلك من بعد ما طحناه، طحنو حتى تيولي معلك مزيان. احنا طحنا الزنجلان، البنات كنقطع لكم داك الصوت نتاع الطحين على حساب الماكينه وداك الشيء، داك الشيء ما كنبغيش ندير لكم داك الصداع. هما طحناهم بجوج، دابا ان شاء الله غادي نزيدو النافع تقريبا الغدا معلقه كبيره مع عمراش. وغنزيدو المسكه الحره اللي هي كتعطي واحد التعليك وواحد المذاق ما نقولش لكم. البنات انا مثلا مبغيش الحلاوه بزاف، اللي كيبغي الحلاوه بزاف ممكن يجمعو بالعسل، يزيد فيه شويه العسل. انا مثلا قدرش على الحلاوه بزاف، درتو بلا عسل. هنا الوليده ديالي تمزج العناصر كامله، كتعجنهم مزيان باش منين نجيو نكبرهم يجيونا ساهلين في التكبار. حاولوا البنات تدخلوا العناصر كامله في بعضياتها. او ما دابا العجين هذا الخليط ديالنا تماسك، اللي بغى يديرها للوليدات حيت كيبغيو الحلاوه يزيد فيها واحد النقيطه تاع العسل. كنبداو نكوروها بهذا الشكل طويله كيف كتشوفوا. كنبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا، تنديروها بشكل طولي على حسب القياس نتاع التمره. نبقاو ان شاء الله مستمرين حتى نكملوا الخليط ديالنا كامل. راه كيعطي كميه كبيره البنات، يعني راه ماشي راه واخا ديري تشوفوه شويه 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 راه كيعطي ما شاء الله كيعطي كميه كبيره. انتما كي كتشوفوا دابا الوالده ديالي كتعمر، كديروه في وسط التمره وكتزينوه باش ما بغيتو بكركاعه باكاجو بنوازيت، تقدروا ما تزينوهش كاع، المهم اللي عندكم. انا غير حيت شاط ليا الكركاع زينتو بالكركاع، اما اللي ما عندكمش راه تقدروا ديروها غير هكاك تحت نزلوها هكاك باش ما بغيتو تزين، خلاص كيبقى اختياري. كما كتشوفوا كتبقى مستمره الوالده ديالي هكا حتى تكملوا الكميه كامله. كي قلت لكم البنات انتم شوفوا راه عطى كميه تبارك الله ما شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال التمر ديالنا. شوفوا داك شويه 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 شنو عطاني، عطاني هاد الجبانه عامره. بصحتكم وراحتكم البنات، وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطول العمر. وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف، وما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير ولي لايك باش ان شاء الله نزيد نعطيكم هاد الوصفه هادي. عطيوها لوليداتكم وانتم مطمئنين، والكبير والصغير وحتى الناس اللي كيعانيو من فقر الدم، حيت انا عندي فقر الدم كنستعملها الحمد لله راها زوينه بزاف بزاف. وشكرا لكم، دعموني دعموني، كنطلب منكم فضلا وليس امرا انكم تدعموني باش نزيد القدام ونعطي وصفات اللي هي زوينه بزاف. وشكرا لكم، انا كنشارك معكم حويجات ديالي بساط، وكنتمنى يعجبوكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.